صلى الله عليه وآله وسلم بكى من أجلك، ضرب من أجلك، طرد من أجلك، أوذي من أجلك، طلقت بناته من أجلك، وأنت تستحي من سننه صلى الله عليه وآله وسلم، تستحي أن تظهر سنة، تخجل أن يقول الناس عنك ماذا تفعل، نخجل أن نطلق لحانا، أن نقصر ثيابنا، أن نمشي كمشيته، أن نقول كمقالته، أن نحفظ كلامه، أن نصفه ونمدحه بين الكفار، نخجل من الدعوة كما كان يدعو، نخجل من الأذكار بين الناس كما كان يذكر الله بين الناس، نخجل من أن ندعو الناس إلى اتباع سنته، نخجل من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كاد أن يقتل مرارا وتكرارا من أجلك، وأصلا خرج من الدنيا مقتولا بالسم عليه الصلاة والسلام. من أجلك أنت، من أجلك أنت، لما أراد أن يغادر الدنيا بكى، فقيل له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال وددت لو رأيت إخواني، كان يتمنى أن يراك، لكن وخجلاه أن يراني أو يراك ونحن قد ألقينا بسنته تحت أقدامنا. نخجل من فعلها بين الناس، ونخجل من مدحها أمام الناس، نتزين ونتجمل بسنن الكفار، ونرى أنها أجمل في قلوبنا وأكمل في أعيننا من سنن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يا أخوان الكرام إذا تكلمنا مثلا في مسألة اللحية قال يا شيخ هذه سنة، طيب أنا بقول معك سنة سنة، لكن لماذا تجد بعض الشباب يحطون على ملابسهم صورة واحد ما أبغى أقول اسمه في بيت الله، فلما تقول له ليش صورة فلان هذا أبو شعر وقبعة، قال هذا كان رمز الحرية، كان هذا رمز الحرية، بل كان رمز الزنا وشرب الخمر فافتخرتم به، فلماذا لا تفتخر بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما تطلق لحيتك؟ عشان إذا حد قال لك وش ذا اللحية تقول هذا رمز الحرية والكرامة، رمز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،